سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. اليوم بإذن الله تعالى أنا بنبدأ المستوى الثاني من دراستنا لعلم العقيدة الإسلامية. هذا العلم الذي هو ركن من أركان أو ضلع من أضلاع الدين الثلاثة، التي هي الإسلام، الإيمان، الإحسان، والتي قلنا أن هذه الأضلاع الثلاثة ترجمت في علوم سماها العلماء علوم المقاصد الثلاثة. علوم المقاصد الثلاثة اللي هي الإسلام، اللي هي الفقه، الإيمان الذي هو العقيدة، الإحسان الذي هو التزكية. فأول حاجة مفترض أن احنا نتعلمها بعد الخطوة الأولى أو بعد الدورة التمهيدية، لندرس العقيدة والفقه والتزكية، لنأخذ في هذه العلوم الثلاثة ما نحتاجه، ما نتعمقش، ولكن بناخذ الأساسيات. الأساسيات دي احنا قدرنا أن هي تكون في العقيدة ثلاث مستويات. في المستوى الأول بندرس متن المقدمات زي ما حضراتكم كنتم معانا مع مدخل لدراسة العقيدة. في المستوى الثاني بندرس متن العقيدة الطحاوية، متن العقيدة الطحاوية. في المستوى الثالث بندرس متن اسمه الخريدة البهية. طيب، متن العقيدة الطحاوية هو من اسمه واضح انه من تأليف الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري. الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري. حضراتكم، احنا قلنا حضراتكم في قبل ذلك وفي الخطوة الأولى أيضا، إنه زي ما في أئمة المسلمين في الإسلام، في أئمة المسلمين في الإيمان، في أئمة المسلمين في الإحسان، في أئمة حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، في طيب، وأئمة المسلمين في العقيدة ثلاثة. الإمام أبو الحسن الأشعري وأتباعه يسمون الأشاعرة. يمكن حضراتكم سمعتوا اللفظ ده قبل كده في دوراتنا، ويمكن حضراتكم أنتوا لو شفتوا السجال اللي حصل بين الشيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة لما قال أنا مسلم ولست أشعري، فالشيخ الأزهر يعني رد عليه وحاجات زي كده. فدي مزايدة، لأنه دي مزايدة، لأنه أنت ما ينفعش تبقى مسلم إلا إذا كنت أشعري أو ماتريدي، تمام؟ زي ما إنك ما ينفعش تبقى مسلم إلا إذا كنت شافعي مالكي، لأن الإسلام ترجم إلى خطوات معينة، وترجم إلى علوم معينة، ورث هذه العلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة. زي ما إنك ما ينفعش تقول والله أنا مش هقرأ بقراءة حفص، أنا هقرأ بقراءة الرسول. هو القراءات كلها يا حبيبي قراءات الرسول، انت ليه بتزايد؟ يعني من قال ان قراءة حفص ليست قراءة الرسول؟ من قال ان ما يقوله الإمام الأشعري ليس هو ما أتى به الرسول؟ من قال ان ما أتى به الإمام الطحاوي ليس هي ما أتى به الرسول؟ فأنت لما تيجي تقول أنا والله مش هبقى أشعري أو مش هبقى أشعري أو مش هقرأ بقراءة حفص، لا انا هعمل زي الرسول بيعمل، دي مزايده. ليه مزايده؟ لانك بتفترض ان هؤلاء الائمه اتوا بامور لم ياتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وده يا اما جهل يا اما مزايده على اهل العلم، لانه مفيش حد ابدا يرفض ما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت هل انت متصور مثلا ان علماء الاسلام قالوا احنا والله مش هنتبع الرسول وهنتبع ابو الحسن الاشعري، او مش هنتبع الرسول وهنتبع الشافعي، او مش هنتبع الرسول وهنتبع الجنيد مثلا، أو مش هنتبع قراءة الرسول ونقرأ بقراءة حفص؟ هل في حد عاقل يتصور أن علماء الإسلام بيعملوا كده؟ لا طبعا، الكل يريد أن يتبع الرسول، لكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا عن طريق رجال. هؤلاء الرجال أئمة، منهم أئمة كبار في العلوم المختلفة. فأئمة المسلمين في العقيدة الذين ترجموا لنا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأعطونا عصارة وخلاصة ما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء الأئمة الكبار. الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 من الهجرة، المتوفى سنة 333 من الهجرة. الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري المتوفى سنة
21 من الهجرة. شوفوا الثلاث أئمة دول، لو حضراتكم تلاحظوا كلهم من السلف الصالح، فإحنا بندرسكم عقائد سلفية الحمد لله، لكن سلفية بحق يعني، مش سلفية الدعاية والإعلام. هؤلاء الأئمة الثلاثة لو حضراتكم عرفتم بلدانهم هتتعجبوا جدا. فالإمام أبو الحسن الأشعري كان عايش في العراق في بغداد، وبغداد تعتبر في وسط العالم الإسلامي. أبو منصور الماتريدي كان عايش في آسيا الوسطى، في سمرقند، في غرب العالم، في شرق العالم الإسلامي. الإمام أبو جعفر الطحاوي في مصر، ومصر تعتبر في غرب العالم الإسلامي لما نيجي نبص على الخريطة كلها. هؤلاء الأئمة الثلاثة كانوا متعاصرين، ما كانوش أصحاب، ما كانوش يعرفوا بعض أبدا، لم يتلقوا عن شيخ واحد، لم يجلسوا في حلقة علمية واحدة، تمام، لم يتخرجوا من مدرسة واحدة، لم يعيشوا في بلد واحد، لم يذكر إن واحد منهم رحل والتقى بالثاني. ومع ذلك ما دونه أبو الحسن الأشعري هو نفسه ما دونه أبو منصور الماتريدي، هو نفسه ما دونه أبو جعفر الطحاوي. فهذا الاتفاق بين هؤلاء الأئمة مع تباعد المسافات بينهم، واحد في غرب العالم الإسلامي، واحد في شرق العالم الإسلامي، واحد في وسط العالم الإسلامي، ثم اتفقت كلمة المسلمين على أن هؤلاء هم أئمة المسلمين في العقائد، مع اتفاق ما أتى به هؤلاء الأئمة من حيث المحتوى، هذا يدل على أن المنبع والمصدر الذي أخذ منه هؤلاء الأئمة الاعتقاد واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالأئمة دول مش مخترعين لعقائد، وإنما هم مقررين ومحررين لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فضلهم وعلى علمهم وعلى مكانتهم. فما فيش عالم من علماء المسلمين إلا وهو أشعري أو ماتريدي، ما فيش عالم إلا وهو أشعري أو ماتريدي. العقيدة الطحاوية هي عقيدة حنفية ماتريدية، العقيدة الطحاوية اللي احنا هندرسها دي، وده يمكن ما يعرفوش كتير من الإخوة السلفية، لأن هم بيحبوا هذه العقيدة وبيحبوا يشرحوها كتير، وهي عقيدة ماتريدية، عقيدة حنفية، بل فيها بعض الأمور. أنا لما اطلعت على بعض شروحهم لهذه العقيدة وجدتهم يردون على الإمام الطحاوي في الأمور التي يختلفون فيها مع أهل السنة. فلذلك هذه العقيدة كل شرحها ماتريدية، ما عدا واحد بس اسمه ابن أبي العز الحنفي، وهو حنفي في الفقه ولكنه ليس حنفيا في الاعتقاد. هتلاقي بقى الإخوة دولت سابوا كل شروح العقيدة الطحاوية وذهبوا ليتلقوا الشرح بتاع ابن أبي العز الحنفي. ودي حاجة عجيبة جدا. فالقصد إنه ما أتى به أبو جعفر الطحاوي هو نفسه ما أتى به الإمام أبو منصور الماتريدي، إن الاثنين حنفية ومصدرهم واحد، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام أبو الحسن الأشعري أيضا عقائدهم متفقة. إذا وجد خلاف بين الحنفية والشافعية في الاعتقاد، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري شافعي في الأغلب، ترجم له السبكي في طبقات الشافعية، فهو خلاف في فروع الاعتقاد، والعقيدة فيها أصول وفيها فروع، فهم متفقون في أصول الاعتقاد، مختلفون في بعض المسائل اللي هي 13 مسألة تقريبا، بعضهم وصلها 26 مسألة في فروع الإيه، في فروع الاعتقاد، وسائر المسائل بعد ذلك متفقون فيها. فإذا هؤلاء الأئمة الثلاثة من السلف الصالح الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خير القرون قرني، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه العقيدة الطحاوية يا أخواننا، زي ما قلنا لحضراتكم المتن اللي احنا هندرسه متن تلقته الأمة بالقبول، زي ما قلت لحضراتكم من شوية، حتى الإخوة الوهابية بيدرسوا هذا المتن. ليه؟ لأنه متن تلقته الأمة بالقبول. الإمام تاج الدين السبكي عليه رحمة الله، الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله يحدث عن والده، الإمام تقي الدين يحدث عن والده الشيخ تاج الدين، فيقول: سمعت الشيخ الإمام، يقصد الشيخ الإمام يعني والده الإمام تاج الدين السبكي، يقول: ما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعري، ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل. قلت الشيخ بقى تقي الدين بيكمل بعد كلام والده:
والشيخ تقي الدين السبكي والشيخ تاج الدين السبكي، الاثنين بلغوا رتبة الاجتهاد. يعني ايه بلغوا رتبة الاجتهاد؟ يعني هؤلاء الأئمة تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي، الإمام إذا بلغ رتبة الاجتهاد يصح له أن يخالف غيره من المجتهدين. يعني ممكن يقول كلام يخالف فيه بقية المجتهدين، دول اللي يجددوا بقى. يعني لما نقول مين من حقه أن يجدد في الدين أو يأتي بآراء جديدة في الدين؟ من بلغ رتبة الاجتهاد، مش أي حد قاعد على الناصية عايز يتكلم في التجديد وأي فكرة تفط في دماغه يروح قايلها لنا فيبقى مجدد. لا، اللي بيجدد في العلم من وصل إلى ذروة العلم. فالإمام تقي الدين والإمام تاج الدين الاثنين بلغوا رتبة الاجتهاد، ومع ذلك كانوا لا يخرجون في فتاويهم عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، فليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ لأنه كلام ليه وزن. يعني كلام تقي الدين السبكي عمره أبدا ما يبقى زي كلام أحمد الدمنهوري مثلا. ليه؟ الراجل ده بلغ رتبة الاجتهاد، فكلام له وزن، ومش كل الكلام له نفس الوزن. في كلام ثقيل نسبيا وزنه النسبي كبير، وفي كلام خفيف، وفي كلام ما تبصلهوش اصلا. كلام يعني ايه؟ انك تقوله زي عدمه، زي بالظبط كده ما واحد يقول لك في مساله مثلا فقهيه او علميه انا رايي كذا، حضرتك انت رايك ملوش اي اعتبار، رايك ملوش لازمه، انك انت مش من اهل التخصص، انت ما تعرفش حاجه عن الموضوع دوت، فانت رايك زي عدمه، فنقطنا بسكاتك يعني. فإذا مش كل الكلام اللي بيتقال له نفس الاعتبار، ولا كل الكلام اللي بيتقال يعني ايه بناخده على محمل الجد. زي بالضبط كده لما حضرتك تروح تكشف عند طبيب متخصص في علم معين يقول لك والله المرض اللي عندك كذا، تروح حضرتك تقعد مع اصحابك على القهوه يقول لك لا والله انا شايف ان انت عندك كذا، هتاخد بكلام مين؟ او كلام مين هيبقى عندك مصدق اكثر؟ لا شك انه الايه العالم المتخصص. فإذا تقي الدين السبكي بقى لما والده قال ما تضمنته عقيدة الطحاوي وما يعتقده الأشعري ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل، قال قلت، تقي الدين بقى بيكمل على كلام والده، أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم أحدا، والشافعية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم إلا من لحق بتجسيم أو اعتذار مما لا يعبأ الله به، والحنفية أكثرهم أشاعرة أعني يعتقدون عقد الأشعري لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة، والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لا يخرج منهم عن عقد الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر منهم في غيرهم. يعني أهل التجسيم الذين يقولون كلام فيه تجسيم وتشبيه لله عز وجل لخلقه، في هذه الفرقة في الحنابلة أكثر من غيرهم. وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ما قاله الشيخ الإمام، وعقيدة الطحاوي زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ولقد جود فيها. ثم تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية، الحنفية يعني الماتريدية، فيها خلاف 13 مسألة، منها معنوي 6 مسائل والباقي لفظي، وتلك الست المعنوي لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم تكفيرا ولا تبليغا، يعني خلاف في الفروع، وإذا كان خلاف في الفروع فلا تقتضي هذه المخالفة أن نقول له كفرت أو نقول له ابتدعت. صرح بذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي وغيره من أئمتنا وأئمتنا يعني نحن الأشاعرة، وأئمتهم يعني الحنفية أو الماتريدية، وهو غني عن التصريح لظهوره. يبقى إذن العقيدة الطحاوية متفقة مع العقيدة الأشعرية، لذلك أحيانا يقول إيه قال الأشعرية، يعني هو هنا مثلا لما يقول والحنفية أكثرهم أشاعرة يقصد موافقون للأشاعرة، لأن الحنفية أكثرهم ماتريدية وليسوا أشاعرة. طيب، فالخلاف إذن
بين الأشاعرة اللي هي مدرسة الأشعرية في تقرير عقائد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومدرسة الماتريدية التي هي أيضا مدرسة عقدية تفرغت لتحرير عقائد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. الخلاف بين هاتين المدرستين العلميتين خلاف في فروع الاعتقاد. وإحنا في الأزهر درسنا العقيدة الأشعرية ودرسنا العقيدة الماتريدية، أو درسنا العقيدة الأشعرية وكان في المتون الأشعرية كان يقول لك والماتريدية يقولون في هذه المسألة كذا. فالمدارس العلمية في العالم الإسلامي كله بتدرس إما العقيدة الأشعرية أو الماتريدية التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة زي ما حضراتكم هتعرفوا بعد شوية. الإمام الشيخ بيقول في بداية المتن: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى إحنا كده عرفنا من هو الإمام أبو جعفر الطحاوي، وحضراتكم ممكن أيضا يعني ده أول تكليف معانا النهاردة إن إحنا نبحث، ده التكليف الأول معانا إن إحنا نبحث عن ترجمة الإمام أبو جعفر الطحاوي شارح العقيدة صاحب العقيدة الطحاوية. لابد أن نتعرف على هذا الإمام، ما اسمه بالكامل، تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته، شيوخه، مؤلفاته، نتعرف على هذا الرجل الذي ندرس عقيدته. طيب، فالشيخ في بداية العقيدة ماذا يقول؟ يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الكلمة دي بقى مهمة جدا، لأنه أهل السنة والجماعة ده مصطلح علمي. يعني أنا لما أجي أقول الأطباء ما ينفعش أقول على واحد طبيب وهو مثلا أنا شايفه ماسك دفتر الحسابات، لا ده حضرتك ما اسموش طبيب، ده اسمه محاسب. ما ينفعش أقول على واحد طبيب وأنا شايفه مثلا ماسك المسطرة الكبيرة بتاعة الهندسة دي واقف في الموقع، ده حضرتك ما اسموش طبيب، ده اسمه مهندس. يقول لك: يا أخي طب أنا هسميه طبيب. نقول له: خلاص بين لنا مصطلحك، لكن ما تخطفش المصطلح، ما تقولش هذا هو الطبيب ولا طبيب غيره مثلا. ليه بقول لحضراتكم هذا الكلام؟ لانه اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الاخوه الوهابيه اختطفوا هذا المصطلح، اللي هو مصطلح اهل السنه والجماعه، اللي هو مصطلح علمي لا يقال هذا المصطلح في كل كتب التراث الاسلامي منذ ظهور الائمه الثلاثه دول لحد يومنا هذا. لحد يومنا هذا هذا المصطلح العلمي إذا أطلق لم تقول أهل السنة والجماعة، يعني في العقيدة الأشاعرة والماتريدية، يعني في الفقه المذاهب الأربعة، يعني في التصوف تصوف الإمام جنيد ومدرسته. تمام؟ فده معنى كلمة أهل السنة والجماعة. لما تيجي تعصريها، لما نيجي نعصرها يطلع لنا الثلاث مدارس دي أو المدارس العلمية دي أو الاتجاهات دي كلها. تمام؟ فلما يجي لك الإخوة دول يقول لك: لا إحنا أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية دول مبتدعة مثلا. نقول له: حضرتك انت هذا ليس هو المصطلح، انت مش موافق، مش عايز تبقى اشعري، مش عايز تبقى ماتريدي، بتزعم انك عايز تكون على عقيده السلف اللي انت بتزعم برضه ان هي ليست عقائد الاشاعره والماتريديه، خلاص اختر لنفسك اسم اخر. عشان كده العلماء سموهم الوهابيه، هم بيسموا نفسهم اهل السنه والجماعه. طيب، فمصطلح اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه ده مصطلح علمي، مصطلح علمي حضرتك عايز تستخدمه بين اهل العلم لابد ان تستخدمه كما يستخدمه اهل العلم. لابد ان تستخدمه كما يستخدمه اهل العلم. طيب، فاهل السنه والجماعه ده مصطلح علمي محدد اذا اطلق في العقائد، يعني يراد به الاشاعره والماتريدي. قريته في اي كتاب في العقيده في الدنيا، في الدنيا، بخلاف طبعا كتب الاخوه اللي هم لسه ظاهرين من حوالي 100 سنه بس، دولت الاخوه الوهابيه دول، بخلاف كتبهم طبعا، اذا قراتم في اي كتاب من 1300 سنه لقيتوه موجود بيقول لك اهل السنه يعني الاشاعره والماتريديه على طول وانت مغمض. تمام؟ فهم الامه، اهل السنه هم الامه. طيب، دي فكره ثانيه مهمه برضو حضراتكم لازم تاخدوا بالكم منها، ان اهل السنه مش فرقه. الامه الاسلاميه نعم وجد فيها فرق، لكن اهل السنه مش فرقه، اهل السنه هم الامه. يعني احنا عندنا امه، بحر عظيم، اعداد كبيره غفيره من المسلمين، تعد بالملايين. خلاص، الجسم الرئيسي لهؤلاء الناس اسمه اهل السنه والجماعه.
وجدت على أطراف هذا الجسم الرئيسي فرق مختلفة، زي المعتزلة، زي المجسمة، زي المرجئة، زي الجبرية، زي بقى الشيعة. كل دي فرق وجدت نتوءات في جسم الأمة الإسلامية الكبير. فاضطر المسلمين عشان يميزوا مذهب أهل الحق اللي هو مذهب جموع المسلمين وجمهور المسلمين الذين لا ينتمون لفرقة من الفرق، فأطلق عليهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة مش فرقة، أهل السنة هم الأمة. أهل السنة هم الأمة، يعني لما تقول المسلمين يعني أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بيمثلوا في المسلمين 95 أو من 93 ل 95%. بقية الفرق، طبعا معظم الفرق لو حضراتكم قرأتم في علم الفرق الإسلامية، لما تيجوا تقرأوا عن المعتزلة عن غيرهم مثلا، هذه الفرق لم تعد موجودة. هذه الفرق لم تعد موجودة، ممكن يوجد هنا مثلا أفراد تتبنى بعض آراء المعتزلة، لكن كفرقة قائمة لها أعلامها، لها كتبها، ما زال إنتاجها متواصل، ما عادش موجود. خلاص ما عادش موجود الآن غير بعض الشيعة في إيران والعراق وغيرها. في موجود فرق تانية، الزيدية موجودين في اليمن مثلا، الإباضية موجودين في عمان، يعني مجموعة فرق الإسماعيلية موجودين في مناطق مختلفة من العالم وهكذا. فعندك فرق كده صغيرة، أكبر فرقة فيهم خارجة عن جمهور المسلمين هم الشيعة الموجودين في إيران والعراق وبعض دول الخليج وأذربيجان. لكن جموع المسلمين لما نقول مثلا عندنا مليار ونص مسلم الآن، أو يقترب عدد المسلمين الآن من 2 مليار، هنقول إن 95% منهم أو 93% منهم على الأقل من أهل السنة والجماعة. أي فرقة بقى أنتم بتسمعوا عنها في الإيه؟ في الـ7% الإيه؟ في الـ7% الباقيين. فأهل السنة هم الأمة. فلما يقول هنا الشيخ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، دي نستفيد منها حاجتين. أول حاجة إن أهل السنة ده مصطلح علمي إذا أطلق يراد به الأشاعرة والماتريدية. رقم اثنين إن أهل السنة مش فرقة، أهل السنة هم الأمة، يعني هذه عقيدة أمة الإسلام. طيب ليه بقى هنا قال أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة أو المسلمين يعني اللي هم غير بقية الفرق بيتميزوا بحاجتين، إن هم أول حاجة حريصين على وحدة المسلمين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة نعمل على جمع كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مع حرصنا على تجميع المسلمين فنحن أيضا نحرص على تجميعهم على الحق، مش جمع الناس لأي حاجة وخلاص زي الأحزاب مثلا السياسية. لا، أهل السنة مش حزب سياسي، أهل السنة يحرصون على تجميع المسلمين لكن على الحق، على السنة. فلذلك سموا أهل السنة والجماعة، فنحن نلزم الجماعة، جماعة المسلمين، نحن مع المسلمين، لا نخرج على المسلمين، لا نكفر المسلمين. أو التكفير عند أهل السنة له ضوابط كثيرة جدا هنتعرف على بعضها من خلال دراستنا لهذا الإمام. فإذا الشيخ يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. على مذهب فقهاء الملة، طبعا الإمام الطحاوي لأنه حنفي فيقول ايه ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي. يا ابو حنيفه، يمكن اللي كتير من حضراتكم ما يعرفوش انه هذا الرجل من عظماء الامه بالفعل، من العقول الجباره. هذا الرجل قبل ان يشتغل بالفقه رضي الله عنه، قبل ان يشتغل بالفقه اشتغل بالعقائد، وكان يذهب الى البلدان المختلفه حول الكوفه ليناظر الملحدين والزنادقة والثانوية والمعتزلة، واشتغل بالمناظرات فترة طويلة جدا وبعلم العقائد فترة طويلة، ثم بعد ذلك تفرغ إلى الفقه. آراء الإمام أبو حنيفة النعمان نقلها تلامذته بعد ذلك، وفي كتب في العقائد نسبت للإمام أبو حنيفة أو من نقل تلامذة الإمام أبو حنيفة زي الفقه الأكبر والفقه الأبسط ورسالة العالم والمتعلم إلى آخره. هذه الكتب التي نقلت أقوال الإمام أبو حنيفة في العقائد هي التي مثلت مذهب الماتريدية الحنفية بعد ذلك. يبقى قال لك إيه؟ على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. مين أبو يوسف ومين محمد؟ دول أبرز تلامذة الإمام أبو حنيفة، وكل واحد منهم رغم إنه
من تلامذة الإمام، لكن كل واحد منهم بلغ رتبة الاجتهاد، فكل واحد منهم كان مجتهد. لذلك اللي هيدرس من حضراتكم المذهب الحنفي هتلاقيه بيقول قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة وقال محمد. ليه؟ لأنه بلغ رتبة الاجتهاد. وده بيوضح لحضراتكم فكرة مهمة قوي احنا بنحب نأكد عليها كتير، وهي ان المذاهب سواء كانت فقهية او عقدية او غيرها مش مجرد شخص قال حاجة فالناس قالوا يلا نمشي وراه خلاص. لا، المذاهب العلمية التي انشئت في امة الاسلام، لما نقول المذهب الشافعية، المذهب الحنفية، المذهب الماتريدي، ده مش عبارة عن عقل واحد الناس ماشية وراه، لا، ده عقول متتابعة تنقح وتحرر وتنقد في أصول هذا المذهب. يعني إيه؟ يكون المذهب في النهاية هو عصارة جهود مئات المجتهدين ومئات العلماء على مدار التاريخ. فلذلك أي دعوة للاستغناء عن التراث هي دعوة للموت، لأنك بتستغني عن جهود جبارة بذلت في هذه، أنت بتعمل قطيعة بالفعل مع عقول جبارة صاغت هذه العلوم، وليدرس هذه العلوم يدرك هذا. يعني الواحد أحيانا والله هو بيقرأ في العلوم الإسلامية بيقول سبحان خالق هذه العقول، والواحد فعلا يعني بيصدق على المقولة التي لا أعلم الحقيقة صحتها، هل هي صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لما بيقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. الناس دي فعلا لو كان فعلا في نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الأئمة الكبار اللي احنا بنسمع عنهم دول، الغزالي، الجويني، الرازي، أبو حنيفة، كل دول لو كان في نبوة بعد النبي لكان كل واحد منهم نبي. نعم، فالناس دي صاحبهم توفيق الله سبحانه وتعالى، ووظفهم الله عز وجل، وسخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء الناس، فقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهؤلاء هم حملة العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالعدالة قبل أن يأتوا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فما بالك بقى إذا كان الواحد زي أبو حنيفة ولا زي أبو يوسف ولا زي محمد ولا زي الأشعري ولا زي الماتريدي، ناس أجمعت الأمة على فضائلهم، أجمعت الأمة على علمهم، تلقت الأمة ما كتبوه وما حرروه بالقبول. فإذا صار إنتاجهم العلمي مش مجرد كلام لفرد، لا، ده صار شبه البحث المحكم. ويمكن الناس اللي بيحضروا دراسات عليا أو في المجال الجامعي الأكاديمي عارفين يعني إيه بحث محكم. بحث محكم يعني مش مجرد مقالة أنا كاتبها في صحيفة، لا، ده بحث أنا كتبته واجتهدت فيه وكتبته وفق ضوابط معينة، وبعدين قرأه الأساتذة وأقره هؤلاء الأساتذة بعد ملاحظات عليه، وبعدين بينشر في مجلة علمية. فعلوم هؤلاء الأئمة بعد ما تتابع عليها الأجيال المختلفة صارت بمثابة بحوث محكمة، صارت بمثابة. فأنت من الصعوبة بمكان إنك تستغني عنها، ممكن تطور فيها، تجدد فيها، تنقد فكرة فيها، لكن إنك تهدمها يبقى أنت كده بتهدم نفسك. طيب، قال وما يعتقد دين ويزن به رب العالمين. أصول الدين هو اسم من أسماء علم العقيدة زي ما قلنا لحضراتكم قبل ذلك، وزي ما درستم في الخطوة الأولى أسماء علم العقيدة. طيب، وما يعتقدون، قال وما يعتقدون، هو الشيخ هنا عرف الإيه، يعني يعني تحدث عن العقيدة، ما يعتقدونه من أصول الدين. العقيدة لغة زي ما حضراتكم برضو يعني خدتم قبل ذلك، مأخوذة من العقد نقيض الحل. وسميت العقيدة عقيدة لأنها تعقد وتربط في القلب، بمعنى إن الواحد إذا كان ما في قلبه معقود مربوط بشدة لا يتخلله أي احتمال للنقيض لغيره. يعني طيب، لو انا الحاجه اللي في قلبي دي والله في احتمال ولو 1% انه يكون بخلاف ما هو عليه، يبقى ما اسمهاش عقيده. يبقى اذا العقيده ماخوذه من العقد، الربط. عارفين انتوا كده بنسميها عقده، لما تجيبوا حاجه كده، نجيب مثلا السلك ده على سبيل المثال، نجيب السلك ده كده على سبيل المثال، وايه؟ ونربطه كده، فبنعمل ايه؟
بيعمل عقدة. ليه بنسميها عقدة؟ لأنه فكها صعب، نفك هذه العقدة في غاية إيه أصلا. فكذلك العقيدة، العقيدة إن الإنسان يتخلى عن عقيدته دي حاجة في غاية الصعوبة. ليه بقى؟ لأنها عقدت في القلب، حتى وإن كانت بالنسبة لك هذه العقيدة في غاية البطلان. يعني تعالى كده مثلا نتكلم مع واحد مثلا بيعبد الأصنام، أولا لازم هتاخد وتدي معاه، لازم هيبقى في حوارات وجدالات. ليه؟ لأنها معقودة، فلازم تفك العقدة. فالعقيدة مأخوذة من الربط، نقيض الإيه؟ نقيض الحل، اصطلاحا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على الدليل. دي العقيدة الصحيحة، الاعتقاد الجازم بنسبة 100% المطابق للواقع القائم على الدين. مطابق للواقع يعني كما هو الأمر، كما هو مش كما أتوهمه في ذهني. يعني هل الشمس طالعة؟ نعم الشمس طالعة، إذا كانت طالعة أيوة هي طالعة، لكن أنا نايم تحت البطانية وبتهيألي إن هي طالعة وبقول إن هي طالعة، لا ده ما اسموش اعتقاد مطابق للواقع. ما يبقاش مطابق للواقع إلا إذا كانت فعلا الشمس طالعة. في الاعتقاد الصحيح هو المطابق للواقع. فالمطابق للواقع أن محمد رسول، المطابق للواقع أن الله موجود، وهكذا. إذا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على الدليل، ولا بد من وجود الدليل. إحنا ديننا دين الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إحنا ما بنخافش أبدا من النقاش، من الحوار، من الأدلة، ما بنخافش من ده، الحمد لله رب العالمين. فلذلك احنا ديننا مؤسس على الاعتقاد. عمرك ابدا ما هتسمع عالم من علماء الاسلام بيقول لك والله هو كده وخدها زي ما هي. اكيد هيقول لك هي ليه جت كده، وليه احنا بنؤمن بيها بالطريقه دي، وهيحاول يحلل لك المساله بالراحه، او هيبين لك ادله هذه المساله بالراحه. وهذه الادله ممكن تكون ادله مباشره او ادله غير مباشره. يعني ممكن يقول لك مثلا والله المساله دي احنا مش فاهمينها قوي، لكن احنا ليه بنعمل بيها؟ لانه احنا عندنا يقين، يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها. يعني مثلا لما نقول في الفقه على سبيل المثال، لماذا فرض الله الحجاب على النساء ولم يفرضه على الرجال مثلا؟ تمام، ما نعرفش، يعني ما عندناش اجابه. لكن لماذا نقول بهذا؟ ما الدليل على هذا؟ أقول لك الدليل أنها أن الله أمرنا بذلك، وإحنا قام عندنا الدليل العقلي على وجود الله، أن النبي أمرنا بذلك، وقام على هذا الدليل العقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، أن القرآن هو كلام الله، وقامت الأدلة العقلية على أن القرآن كلام الله، وبالتالي إذا أمر الله بذلك فأنا مقامي مقام العبد، فلا بد أن يمتثل لأمر مولاه. يبقى إذن أنا ما عنديش دلوقتي إيه دليل مباشر بالإجابة على السؤال، لكن عندي أدلة أخرى ببني عليها، فدائما هناك دليل، دائما هناك دليل. طيب، يبقى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على الدليل. فهذه العقائد مستخلصة كما قلنا لحضراتكم من نصوص الكتاب والسنة. طيب، علم العقيدة عادة العلماء بيقسموه إلى أبواب أربعة. الباب الأول باب الإلهيات، الباب الثاني باب النبوات، الباب الثالث باب السمعيات، الباب الرابع باب الأسماء والأحكام. كم باب كده؟ أبواب العقيدة أربعة: الإلهيات يعني ما يتعلق بالله عز وجل وجودا وصفات، ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. النبوات ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء. السمعيات يعني الأمور التي علمناها بأخبار الصادق وسمعناها من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، زي الصراط والميزان والجنة والنار إلى آخره. والأسماء والأحكام: الإيمان، الكفر، الفسق، النفاق، دي كلها أسماء يترتب عليها أحكام. طيب، يبقى صارت عندنا أبواب العقيدة كان أربعة: إلهيات، نبوات، سمعيات، الأسماء والأحكام. لما هتدرسوا مثلا حضراتكم باب الأسماء والأحكام هتفاجأوا إنه كتير من الحاجات اللي الناس بيتكلموا فيها كل ما حد يموت بالنسبة لكم محصورة. يعني ستيفن هوكينج لما مات، ستيفن هوكينج مش عارف حضراتكم تعرفوه ولا لأ، اللي عارف ستيفن هوكينج يكتب رقم واحد، معروف معروف، واحد فيزيائي بريطاني معروف، الرجل يعني ايه شاطر في الفيزياء. لما توفى هذا الرجل
ناس كتير ما يقبلوش انه ازاي الراجل ده اذا مات على غير الاسلام يكون في النار، ما يقبلوش ده. ليه؟ لان هو فيزيائي عظيم، واخد جائزه نوبل وبتاع وحاجات زي كده. دي حاجه ودي حاجه يا جماعه، دي ما لهاش علاقه بدي خالص. فحضراتكم لما تدرسوا في الاسماء والاحكام مش هتخوضوا في هذه الامور، وهتعرفوا ايه السبب. السبب انه بنحكم على الناس متى يكون الانسان كافرا وما حكم الكفر، متى يكون الانسان مؤمنا وما حكم الايمان الى اخره. فهتلاقوا نفسكم ان شاء الله امور ازيكم مترتبه افضل. المتن العقائد الطحاويه، المتن الاصلي الشيخ كانه كتبه غير مرتب. يعني هتلاقوا ما يتعلق باللاهيات، بعديه فقره بتتعلق بالانبياء، بعديها فقره تتعلق بالبعث والحساب والجزاء، بعديها كده. فالفقرات غير مرتبه. فاحنا علشان يبقى المتن متن دراسي جمعنا ما يتعلق باللاهيات كلها مع بعضها، الفقرات المتعلقه باللاهيات كلها حطيناها مع بعضها، وبعدين ما يتعلق بالنبوات حطيناها مع بعضها ورتبناها بهذا الشكل، تمام. لكن حضراتكم لو اشتريتوا المتن الاصلي من اي مكتبه من مكتبات او نزلتوه حتى من الانترنت، هتلاقوا ان المتن مش مرتب بهذه الطريقه. فتدريس هذا المتن بهذا الترتيب مش هتلاقوه في اي مكان غير في اكاديميه وحي. طيب، فهنبدا الان بالمسائل المتعلقه بالالهيات في متن العقيده الطحاويه. قال الامام رحمه الله: الله واحد لا شريك له. الله واحد لا شريك له. هذه عباره تعني أن الله سبحانه وتعالى موجود، وتعني أيضا أن هذا الموجود واحد، أن هذا الإله واحد. طيب، يبقى الله أثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ثم أثبت أن هذا الإله الخالق واحد، الله واحد لا شريك له. الدليل على ذلك، طبعا خذوا بالكم معي، كل حاجة هنقولها هيبقى في عليها دليلين، دليل من العقل ودليل من النقل. دليل من العقل ودليل ماذا؟ ودليل من النقل. طيب، الدليل النقلي على هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. طيب، إذن إيه؟ إذا هذا هو الدليل النقلي. طيب، لما نقول هنا الله أحد، الله أحد، هل أحد هي واحد ولا في فرق بين الاثنين؟ بعض العلماء قالوا الأحد والواحد مترادفان، يعني الأحد هي الواحد. وبعضهم قال إنه بين الأحد والواحد فرق. ما الفرق يا عم الشيخ؟ قال: الواحدية تستعمل في الصفات. تستعمل ماذا؟ في الصفات، خلاص كده. فالواحدية تعبير عن صفة لله سبحانه وتعالى، وتعني المتفرد. طيب، فهو سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى متفرد في صفاته، بمعنى ان صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. يعني نقول علم الله ليس كعلم المخلوقين، بصر الله ليس كبصر المخلوقين، قدرة الله ليس كقدرة المخلوقين. فدي الايه؟ دي الواحدية، تمام. فالله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. واحد في ذاته بمعنى انه اله واحد مش اثنين. يعني نقول الخالق سبحانه وتعالى واحد مش اثنين. ليه؟ لأن في ناس بيعتقدوا أن الله عبارة عن اثنين، إله للنور وإله للظلمة. وبعضهم بيعتقد أن الله ثلاثة زي النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله واحد في ذاته، طيب، وواحد في صفاته، بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. وواحد في أفعاله، بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو وحده الذي يستحق، ووحده الفاعل لكل ما يجري في الكون، فلا فاعل الا الله سبحانه وتعالى. ده معنى الواحدية. طيب، معنى الأحدية؟ قال لك الأحدية ترجع الى الذات، ترجع الى الايه؟
إلى الذات. يبقى إذن الواحدية ترجع إلى الصفات، والأحدية تعبير عن تفرد الذات. وهذا التفرد الذي في الذات العلية هو تفرد، العلماء بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى واحد، بمعنى إنه سبحانه وتعالى مش متعدد زي ما قلنا لحضراتكم، مش اتنين ولا تلاتة، وبمعنى إنه في ذاته واحد، يعني غير مركب من أجزاء. يعني أنا كإنسان في راس، في ده جزء، وفي كتف ده جزء، في يد ناحية اليمين ده جزء، واليد اليسرى ده جزء، والجزع جزء، وهكذا. ففي أجزاء في الإنسان. هل الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء؟ لا، لأن هو أحد. يعني أحد يعني ذاته واحدة غير مركبة من أجزاء. طب ليه ما يكونش ذات الله عز وجل مركبة من أجزاء؟ العلماء قالوا لأنه لو كان الله عز وجل مركبا من أجزاء لاحتاج كل جزء إلى غيره. يعني أنا راسي راس كده محتاجة الكتف، وإيدي محتاجة للكتف أيضا، ويد اليمين محتاجة اليد الشمال، وهكذا. فالتركب من أجزاء هو علامة الاحتياج والنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج والنقص، أنه سبحانه وتعالى الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. فإذا الواحدية تعبير أو تستعمل في الصفات، والأحدية تستعمل في الذات. قلنا حركم الأحدية تعني حاجتين. أقول لكم بقى المصطلح العلمي بقى. المصطلح العلمي إنه الأحدية تعني نفي الكم المنفصل، وتعني أيضا نفي الكم المتصل. الكم المنفصل يعني إيه؟ يعني واحد زائد واحد، أو زائد واحد، يعني الله هو اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، من نقول عنهم الله أو من نقول عنه الله، وعبارة عن شيء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. نحن ننفي كل هذا، فنحن ننفي الكم المنفصل وننفي الكم المتصل أيضا. فالله عز وجل غير مركب من أجزاء، ده معنى نفي الكم المنفصل. فنفي الكم المتصل يعني نفي تركب الله عز وجل من أجزاء، نفي الكم المنفصل يعني نفي تعدد الإله. واضح؟ طيب احنا قلنا اتكلم لما يقول الشيخ هنا الله واحد لا شريك له، عمل حاجتين، اثبت الوجود واثبت ماذا؟ واثبت الوحدانية. بالنسبة لصفة الوجود فمعرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة، وجود الله عز وجل مركوز في فطرة الإنسان زي ما قلنا حركم قبل ذلك. لكن حركم لازم تكونوا عارفين أن وجود الله عز وجل ليس من الضرورات العقلية، ولكنه ضروري نظري. ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ يلا مين يعرف؟ حاجه دي سبقه. انا دكتور. اتفضلي يا فندم. الضروري يا دكتور اللي بيبقى علم على الفطره، ما بنحتاجش ان احنا نسعى ونتعلم، دي مولودين بيه بالفطره. طيب التعريف العلمي اللي احنا درسناه مع بعض ان الضروري، احسنتي، لا يحتاج الى نظر واستدلال، الضروري. اما العلم النظري يحتاج إلى نظر هنا يعني فكر واستدلال. طيب فالعلم إما ضروري وإما نظري، والنظري ممكن نسميه كمان اكتسابي، يعني إنسان بيكتسبه. طيب فالعلم إما ضروري وإما ماذا؟ وإما نظري. طيب هل وجود الله، السؤال هنا، هل وجود الله سبحانه وتعالى وجود ضروري ولا نظري؟ وجود الله عز وجل
نظري، يعني يحتاج إلى النظر واستدلال. لازم الإنسان يعمل عقله ويحاول أن يعرف هل الله موجود أو غير موجود. وبمجرد ما يتوجه نظر الإنسان البحث عن الله عز وجل سيصل لا محالة إلى وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الإنسان مركوز في فطرته، مركوز في عقله، تمام، إنه القانون السببية، إنه أنا إذا جيت من بره البيت ولقيت الكمبيوتر بتاعي مفتوح على ملفات أنا ما فتحتهاش، تلقائيا هسأل يا جماعة مين فتح الكمبيوتر بتاعي؟ ليه؟ لأني عارف إن الكمبيوتر عمره ما هيفتح لوحده، وعمره ما هيعمل يشتغل في الملفات بتاعتي لوحده. فأنا مؤمن بقانون السببية، فإيماني الفطري بقانون السببية هذا سيجعلني دائما أتساءل وأقول إذا كنت أنا موجود فإذا من السبب أو ما السبب الذي أوجدني؟ إذا كان هذا الكون موجود فإذا لابد له من مسبب خلقه وكذا. يبقى إذا إيمان الله، الإيمان بوجود الله عز وجل مش أمر ضروري، ولكنه أمر إيه؟ أمر نظري يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. طيب، جمهور علماء المسلمين قالوا إن معرفة الله عز وجل واجبة، معرفة الله تعالى واجبة. طيب كيف نعرف وجوبها؟ كيف نعرف وجوب هذه المعرفة؟ اختلفوا، فبعضهم قال تعرف أو يعرف الله عز وجل بالعقل، وبعضهم قال يعرف الله عز وجل بالتلقي والتعليم والخبر عن الإمام المعصوم، وبعضهم قال يعرف الله عز وجل بتصفية النفس ورياضتها وتخليصها من أمراضها. فأهل الكلام قالوا الله عز وجل يعرف بالعقل، وسلكوا طريق النظر العقلي. المتكلمين اللي هم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المعتزلة، كل دول من أهل الكلام سلكوا طريق النظر. الصوفية قالوا الله عز وجل يعرف بتصفية النفس وتهذيبها. الباطنية، والباطنية فرقة من الفرق من فرق الشيعة الإسماعيلية أو فرقة من الفرق، يعني اللي بقي منهم حتى يومنا هذا الشيعة الإسماعيلية، قالوا إنه المعرفة الله عز وجل يعرف وجوبها بالتلقي عن الإمام المعصوم، لأنهم بيعتقدوا بوجود أئمة معصومين كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتقاد طبعا اعتقاد باطل. طيب، فإذا الاتفاق على إنه معرفة الله واجبة، وإذا كانت واجبة فعلى كل مسلم، فعلى كل مسلم أن يسعى لتحصيل هذا الواجب. طيب، كيف نقيم في أنفسنا هذا الواجب؟ كيف نحصل هذا الواجب؟ العلم بوجود الله زي ما قلنا حكم نظري يحتاج إلى استدلال ولو بسيط. مش شرط حضرتك تسرد الأدلة زي ما هتدرسها دلوقتي معنا في الدورة، مش شرط الناس اللي في ماشيين في الشارع يبقوا حافظين المصطلحات الكلامية علشان نحكم بإيمانهم، لا مش شرط خالص. كتير من الناس عندها أدلة على وجود الله عز وجل لكنها لا تحسن التعبير عنها. امرأة عجوز قيل لها إن الإمام فلان أتى بألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، قالت لولا أنه شك ألف شك ما استدل بألف دليل. يعني كأن هذه المرأة عايزة تقول إنه وجود الله عز وجل لا يحتاج لكل هذا، إنه مسألة بديهية، مسألة سهلة، مسألة مش محتاجة أدلة كتير. زي بالضبط ما قلت لحضراتكم، أنا الكمبيوتر بتاعي جيت لقيته مقفول، فمن فتحه؟ أنا موجود، من خلقني؟ بكل بساطة فمسألة بسيطة. فمش شرط عشان تقول على إنسان مؤمن إنه يسرد أدلة المتكلمين أو يتحدث زي علماء الكلام، مش شرط. كثير من الناس إيمانها قلبها معمور بالإيمان بالله عز وجل، وعندها أدلة كثيرة في أنفسها، في الكون، في تعاملاتها مع الناس،
لكنهم لا يحسنون التعبير عن هذه الآلية. طيب، إذا الإنسان يحتاج، وخذوا بالكم القرآن دلنا على، حتى نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى، إلى وسيلتين في غاية الجمال والسهولة في الوقت نفسه. الوسيلة الأولى النظر في النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الوسيلة الثانية وسيلة النظر في الكون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. طيب، إذا من خلال النظر في النفس وشبكة الأعصاب اللي موجودة، حركة القلب والدماغ وعمل الدماغ والعين وخلق العين كل ده، تقول يعني مستحيل يكون ده وليد الصدفة. الصدفة لا تولد النظام، الفوضى لا تأتي بالنظام، بل اللي بيحصل هو العكس، النظام يؤول إلى عشوائية وفوضى. فلا بد من وجود الناظم المنظم الخالق سبحانه وتعالى. ثم النظر أيضا في الكون، بملاحظة الكون حضرتك لابد أنك تدرك أنه لابد أن يكون الخالق واحد، أو الخالق موجود، لأنه البصمة اللي موجودة في الكون واحدة. مش عارف حضراتكم، أنا كنت كلفتكم قبل كده بمشاهدة فيديو بعنوان العلامات، The Science، هل شفتوه ولا ما شفتوهوش؟ هل كلفتكم بيه قبل كده ولا لأ؟ جميل، يبقى ده التكليف رقم 2 النهارده. ده التكليف رقم 2 النهارده، مشاهدة الفيلم الوثائقي The Science، وممكن الإدارة تساعدكم في الحصول عليه، موجود وكنا كلفنا بالطلاب قبل ذلك. إذا ما قدرتش يا باشمهندس أحمد تحصل عليه، هتلاقوه مترجم وهتلاقوه غير مترجم، إن هو فيلم أجنبي بيتكلم عن وجود الله عز وجل، وعن ما يثبت وجود الله عز وجل من خلال الآيات الكونية، من خلال الآيات الإيه؟ الآيات الكونية. لو ما ريتهوش أنا ممكن أجيبه لكم بسرعة في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. طيب، فده التكليف رقم 2. كده عندنا كم تكليف يا هلال؟ الأول اللي هو تكليف البحث عن ترجمة الإمام أبو جعفر الطحاوي اللي هو سيرته مشايخه وميلاده ومؤلفاته. طيب، التكليف الثاني مشاهدة فيلم مشاهدة الفيلم الوثائقي ذا ساينس، بيتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى ويثبت ذلك. طيب، جميل أوي. طيب، يبقى إذا احنا قلنا كيف نصل إلى إقامة هذا الواجب، يعني العلماء قالوا إن وجود الله عز وجل واجب، كيف نصل إلى هذا الواجب؟ قلنا من خلال النظر في الإيه؟ في النفس وفي الكون، من خلالهم هنصل إلى مجموعة من الأدلة التي تنفع مع كل الناس. طيب، المتكلمين كيف استدلوا على وجود الله سبحانه وتعالى؟ المتكلمين استدلوا على وجود الله سبحانه وتعالى بعدد من الأدلة. خلاص، الدليل الأول بيسموه دليل الإمكان، دليل الإمكان. الدليل الثاني بيسموه دليل الحدوث. الدليل الثالث بيسموه دليل الإبداع والإتقان. يبقى استدل المتكلمون على وجود الله عز وجل بهذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول دليل الإمكان. ما معنى كلمة الإمكان والممكن؟ يلا مين يجاوب؟ كلمة دي أكيد مرت علينا قبل كده، عرفناها قبل كده، احنا قلنا حالكم هنبني على اللي احنا بناخدناه. يلا، ما هو الممكن؟ ما هو الممكن؟ مش احنا قلنا الواجب والممكن والمستحيل، التلاتة دول اسمهم ايه؟ بيسموهم ايه التلاتة دول يا ماجد؟ بيسموا التلاتة دول ايه؟ أقسام الحكم العقلي. أحسنت، أقسام الحكم العقلي. إحنا قسمنا الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام، الواجب والممكن أو الجائز، الاثنين نفس الشيء، أو المستحيل. كويس، أو يلا بقى نفتكر مع بعض، مين يعرف الواجب العقلي؟ ما هو الواجب العقلي؟ تفضلي. يعني على عدم نفكة الواجب العقلي ما لا يتصور عدمه. تمام، هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته أصلا، الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته أصلا. زي إيه؟ زي ما نقول الجسم إما ساكن وإما متحرك، ده حكم واجب، ده حكم واجب لا يقبل النفي،
لا يقبل الانتفاء، انه فعلا الجسم اما ثابت واما متحرك. واحد زائد واحد يساوي اثنين، ده واجب عقلي، واجب عقلي. طيب المستحيل، ما هو المستحيل العقلي؟ يلا، المستحيل العقلي هو المنفي، المنفي الذي لا يقبل الثبوت بذاته أصلا، عكس الواجب. زي إيه؟ زي ما أقول الجسم لا ساكن ولا متحرك، ده مستحيل عقلي. ده إيه مستحيل عقلي؟ طيب الممكن، ما هو الممكن؟ يلا مين يعرف الممكن؟ عايز اسمع حد، عايز اسمع حد من حضراتكم، ما هو الممكن؟ ما هو الممكن العقلي؟ مين يرفع ايده ويقول؟ يجوز ثبوته ونفيه، هو كان يجمع بين الخاصتين، يمكن هو الذي يقبل الثبوت تارة والانتفاء تارة أخرى. والذي يقبل الثبوت ويقبل ماذا؟ ويقبل الانتفاء تارة أخرى، ده الممكن العقلي. كويس، كويس جدا. فلما العلماء الآن يقولوا دليل الإمكان، دليل الإمكان، هذا الكون الذي نعيش فيه يا أخواننا، لما العلماء بحثوا في خصائصه قالوا هذا الكون متغير، يعني ليل بعد نهار، في جو مطرة ما فيش مطرة، في شمس ما فيش شمس، أنا حتى كإنسان كجزء من هذا الكون متغير، طفل شاب كبير. قال لك هذا التغير، هذا التغير علامة الإمكان، فأنا أقبل أن يكون طفل، وأقبل أن يكون كبير، أقبل أن يكون في مطر، وأقبل، فأنا بقبل الحاجة وغيرها، أقبل حاجة وغيرها. هذا الكون كمان، هذا الكون كمان ممكن الثبوت عقلا، يعني يمكن للعقل أن يتصور عدم وجوده، يعني مفيش، مش هيترتب على إعدام الكون مستحيل عقلي. وإذا كان لن يترتب على إعدام الكون مستحيل عقلي فهو ممكن. طب كويس أوي. قالوا كمان إن الممكن إذا ثبت إن الكون ممكن، يكون ممكن لأنه لا، لأنه يتصور عدمه ويتصور أنه ما يكونش موجود ولن يترتب على إعدامه مستحيل عقلي، فإذا كان هذا الكون ممكن فالممكن لا يوجد من نفسه، الممكن يقبل كذا ويقبل كذا، يقبل الثبوت ويقبل الانتفاء، فأنا عندي كفتين، فعشان أقول ده موجود يبقى لابد من وجود من رجح وجوده على عدمه، فلا بد من وجود مرجح. طيب هذا المرجح إما أن يكون ممكن أو واجب. طيب لو كان اللي رجح وجود الكون ممكن آخر، ممكن آخر، فإذا هتقول برضو مين الآخر ده؟ ما هو ممكن برضو، يحتاج لمن يوجده أو يرجح وجوده على عدم، فإذا هيبقى ممكن آخر برضو، هيبقى كده ممكن أو جدا ممكن أو جدا ممكن أو جدا ممكن وهكذا. ده اللي يسموه التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية مستحيل عقلا، التسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية من المستحيلات العقلية. يبقى إذن لازم توصل لمرحلة في نقطة بداية. شفت حضرتك ماتش شغال في التلفزيون، لازم في لحظة معينة الحكم صفى فيها، لازم. شفت اللعيبة بيشوطوا الكرة مع بعض، لازم في لحظة معينة لاعب بدأ شوط الكرة، لازم. طيب إذن إيه؟ التسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية يعني ان الكون غير موجود، انه لو افترضنا ان احنا عندنا ماتش كوره زي ما انا حركته قبل كده، ماتش كوره، اللاعب رقم واحد مستني اللاعب رقم اثنين يقول له العب، واللاعب رقم اثنين مستني اللاعب رقم ثلاثه، واللاعب رقم ثلاثه مستني اللاعب رقم اربعه، واربعه مستني خمسه، وخمسه مستني سته، الى ما لا نهايه. هل الماتش هيبدا؟ الماتش عمره ما هيبدا. طب حضرتك شفت الماتش بدا، يبقى كان فيه نقطه بدايه.
فإذا كان الكون موجود لابد له من نقطة ماذا؟ من نقطة بداية. هذه النقطة، نقطة البداية هذه احنا نسميها بقى الواجب. فالممكن يعتمد في وجوده على الواجب. ليه؟ الواجب ده مش محتاج حد يرجح وجوده، لأن هو ثابت لا يقبل الانتفاء، فهو واجب بذاته لذاته من ذاته، فبالتالي لا يسأل عن سبب وجوده. أمال مين اللي يسأل عن سبب وجود؟ الممكن. الممكن بس هو يقول ليه موجود أو إزاي وجد. طب الواجب لا يسأل، لا يسأل عن سبب وجود. ليه؟ لأنه واجب الوجود. طيب إذا الكون إذا ثبت أنه من الممكنات العقلية، فلا بد أن يستند في وجوده إلى ماذا؟ لا بد أن يستند في وجوده إلى علة أو ترجح وجوده على عدمه. وهذه العلة أو هذا المرجح أو هذا السبب الأول أو هذه العلة الأولى هي التي نسميها نحن المؤمنين الله. هتيجي بقى الجماعة الفيزيائيين هيقول لك الحساء الكوني الأول، هتيجي الجماعة الفلاسفة يقول لك يسموها العلة الأولى. سموها زي ما انتم بتسموها، العبرة مش بالاسم، العبرة بالحقيقة، العبرة بالحقيقة. هل لهذا الكون سبب أوجده وهذا السبب لا يحتاج إلى سبب لإيجاده حتى لا يتسلسل الأمر؟ الإجابة نعم. هذا السبب الأول انتم بتسموه مثلا الطبيعة، احنا بنسميه الله. إذن ايه؟ هذا الكون لابد له من واجب يوجده لأنه من الممكنات أو من قسم الممكنات العقلية. ده الدليل الأول على وجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني دليل الحدوث. دليل الحدوث، هذا الكون قديم ولا حادث؟ القديم يا إخوان هو الذي لا ابتداء لوجوده، الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، والمسبوق بالعدم. القديم هو غير المسبوق بالعدم. الحادث هو اللي تاريخ ميلاد، القديم ملوش تاريخ ميلاد. طيب هذا الكون الذي نعيش فيه حادث ولا قديم؟ الإجابة حادث. طب إذا كان حادث فلا بد له من محدث بكل بساطة. طيب إذن هذا الكون حادث والحادث لا بد له من محدث. طب كيف عرفنا أن الكون حادث؟ كيف عرفنا أن هذا الكون حادث؟ عرفنا أن الكون حادث من تغيره، لأن كل متغير حادث، كل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. يبقى ده الدليل الإيه التاني. هتلاحظوا هنا حاجة مهمة أوي ولطيفة أوي، وهي إنه الفيزياء الحديثة أثبتت حدوث الكون بالحاجة اللي بيسموها الانفجار العظيم. فما أثبتته الفيزياء الحديثة هو بنفسه ما قرره الفلاسفة الإلهيين وما قرره علماء الكلام من إنه هذا الكون نشأ عند نقطة بداية مش أبدي، بل اكتشفوا ما هو أعظم من ذلك، وهو إنه الطاقة اللي في الكون بتنفد. معنى ذلك إنه هذه القوانين التي تسير الكون هي عليها وقت وتخرب، هي على وقته مش هتكون بنفس هذا النظام. ده اللي احنا بنسميه مديان. إذن هذا الكون له بداية، وما كان له بداية فله نهاية، وهذا ما أخبرتنا به الأديان عن أنبياء الله عليهم السلام. يبقى إذن هذا الكون لابد له من إيه؟ لابد هذا الكون حادث، وكل حادث لابد له من محدث، وهذا هو الدليل الثاني على وجود الله سبحانه وتعالى. نسأل بقى حضراتكم سؤال، ما المانع من وجود حادث بلا محدث؟ هل يمكن أن يوجد حادث بلا محدث؟ لا. لا ليه؟ المانع، ما المانع؟ مش هو ده ضد القانون القانون الفطري اللي عندنا إن هو إن كل حاجة ليها سبب؟ أحسنتي. احنا قلنا يا اخوانا من المستحيلات العقلية الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح ده من المستحيلات العقلية. فإذا كان الكون حادث فلا بد من وجود من يخرجه من العدم
إلى الوجود. شيخنا قلنا الحادث بالتعريف هو الذي له بداية لم يكن ثم كان، هو الذي كان عدما ثم خرج من العدم إلى الوجود. طيب فهو خروجه من العدم إلى الوجود ده إزاي حصل؟ من نفسه؟ مستحيل. طب لو من نفسه ده بنسميه إيه في المستحيلات العقلية يا هلال؟ قانون الدور. أحسنت أحسنت. يعني هو مش موجود، كان موجود فأوجد نفسه، اعتماد الشيء في وجوده على نفسه ده بيسموه الدور، والدور من المستحيلات العقلية. طيب فهنقول هو أوجد نفسه، يعني هو الذي أخرج نفسه، ده قلنا قانون الدور. طب هيعتمد على غيره، غيره دوت إيه؟ غيره دوت لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون أيضا مش حادث، لابد أن يكون قديم، لأنه لو حادث هنسأل نفس السؤال تاني وهنرجع خطوة لوراء، يعني كل عام إحنا رجعنا خطوة لوراء فقط. إحنا عايزين ننهي هذا ونشوف من الذي أوجده، فلابد أن يعتمد الحادث في وجوده على القديم، يعني على الأول الذي لا ابتداء لوجوده. الأول الذي لا ابتداء لوجوده هو الله سبحانه وتعالى. إذا هناك مانع عقلي من أن يكون الحادث بدون محدث. ليه؟ لأنه هيبقى ترجيح بلا مرجح، وهيترتب على هذا الدور أو التسلسل، هيترتب على هذا الدور وهو من المستحيلات العقلية إذا قلنا أنه اعتمد في وجوده على نفسه، أو هيترتب على هذا التسلسل إذا قلنا أنه اعتمد على حادث مثله، وهكذا. وكل هذا من المستحيلات العقلية، من المستحيلات ماذا؟ العقلية. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لقانون أو للدليل الثاني على وجود الله. الدليل الثالث على وجود الله دليل الإبداع والإتقان. دليل الإبداع والإتقان، هذا الدليل بيسميه الغربيين، وده هتشوفوه حضراتكم في الفيلم، التصميم الذكي. التصميم الإيه؟ الذكي. وعلماءنا بيسموه دليل الإبداع والإتقان، بعضهم زي الإمام الماتريدي في التفسير بيسميه دليل اتصال المنافع. اتصال المنافع ده يعني حضرتك لما تيجي تفكر في مفردات الكون هتلاقي ان كل حاجة بتخدم غير اللي حواليها، وتحس ان كل حاجة في الكون مخلوقة للحاجة اللي حواليها. يعني المية اللي بتنزل من السماء دي للأرض دي، بحيث لما تنزل على الأرض دي تهتز وتنبت، النبات ده لما تحط في الأرض دي ينبت. فإذا في شفرة بين المية والأرض، وفي شفرة بين الأرض والنبات، زي ما هو في شفرة بين الرجل والمرأة مثلا، يعني تمام. فهذا الرجل خلق لهذه المرأة، وهذه المرأة خلقت لهذا الرجل، بحيث الاثنين لما يتصلوا يحصل منهم مخلوق جديد. مين اللي عمل الروابط الشبكية بين كل حاجة في الكون ده؟ أكيد في مبدع، لأنه هذا الاتصال وهذا الترابط بين أجزاء مختلفة لابد لها من ناظم ينظمها، لأن هي بنفسها لا تكون، هي بنفسها صماء عمياء، غير عالمة، غير قادرة، غير حية، غير مريدة، فلابد لها من وجود القادر العالم المريد الذي ينظم هذه الأمور جميعا. فدليل الإبداع وإتقان من أقوى الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، خاصة لما حضراتكم تشوفوا الفيلم هتبسطوا جدا جدا جدا، وهتحسوا أنه دليل الإبداع وإتقان ده إحنا يعني كنا في غفلة شديدة شديدة عن هذا الدليل. حضراتكم لما تفكروا أيضا في الجهاز العصبي في جسم الإنسان، حاجة من معجزات الله سبحانه وتعالى، الجهاز العصبي ده لوحده، يعني ياريت حضراتكم تشوفوا أي فيديوهات ده من غير تكليف عن الجهاز العصبي وكيف يعمل الجهاز العصبي فيه. الدليل الثالث من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى دليل الإبداع. يبقى احنا كده قلنا كم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ كذا رجل كم دليل قلناهم على وجود الله الآن؟ ثلاث أدلة. ما هم؟ دليل الإمكان رقم واحد، اثنين دليل الحدوث، ثلاثة دليل الإبداع والإتقان. ثلاثة دليل الإمكان، دليل الحدوث، وآخر واحد دليل الإبداع والإتقان. أحسنت. يبقى ثلاث أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وشرحناهم بما يليق بالمقام إن شاء الله تعالى. طيب
هذا ما يتعلق بمسألة وجود الله سبحانه وتعالى. المرة القادمة بإذن الله نبدأ من مسألة الوحدانية، وما زلنا في الفقرة الأولى من فقرات هذا المتن. معلش في الأول هنطول شوية، هيأثرنا في المتن بطيء، لكن بعد كده إن شاء الله هنحاول نسرع شوية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا اليوم ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. التكليفات نعملها، التكليفات لا تسقط بالتقادم زي ما حضراتكم عارفين، وأكيد أنتوا حفظتوني وعرفتوا بقى إحنا ماشيين مع بعض إزاي. لازم كل واحد من حضراتكم يحاول يفضي نفسه ويعمل التكليف. لو في حاجة مش واضحة في المحاضرة ممكن حضراتكم تسألوا دلوقتي، أو لما تسمعوا التسجيلات تاني إذا حبيتوا تسألوا المرة اللي جاية، لا بأس إن شاء الله تعالى. لو حد حقكم عنده سؤال الآن يتفضل. بس عايز أسأل حضرتك على حاجة، هو مصطلح أهل السنة مش بيضم الأشاعرة والمترودية وأهل الحديث؟ ما هم أهل الحديث يا رجب، لما تيجي تدرس آرائهم هتلاقيهم من مفوضة الأشاعرة. الأشاعرة مدرسة داخلها اتجاهين، اتجاه بيسموه المؤولة واتجاه بيسموه المفوضة. بالضبط، أصل أنا كنت أهل حديث، درست أهل الحديث، فكنا بنفوض الصفات اللي هي أنا جالك في الكلام. بالضبط، الاتجاهين دول تعبر عنهم الإمام اللقاني صاحب جوهرة التوحيد، وقال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله ده اتجاه التأويل، أو فوض ده اتجاه التفويض، ورم تنزيها المهم أن يكون قصدك هو تنزيل الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. فأنت هنقول أهل الحديث هم في الحقيقة من مفوضة الحنابلة، فلذلك بنقول الأشاعرة والماتريدية بس. طيب ليه بنقولش أهل الحديث؟ في ناس بتقول أهل الحديث، أنا شخصيا من الناس اللي شايفين إن مفيش حاجة اسمها أهل الحديث. ليه؟ لأن العقائد أهل الحديث أولا ما كانوش على عقيدة واحدة. أهل الحديث منهم المجسمة، منهم المعتقل اللي كانوا من الأشاعرة، ومنهم يعني اتجاهات كثيرة جدا. بل من أهل الحديث يعني من رواة الحديث من الخوارج، مش من أهل السنة أصلا. تمام، فأهل الحديث ما كانوش على عقيدة واحدة، فما عشان كده ما ينفعش تقول عقيدة أهل الحديث، زي ما ينفعش تقول عقيدة أهل التفسير، لأن المفسرين ما كانوش على عقيدة واحدة. عقيدة أهل التاريخ، واخد بالك أنت زي عقيدة أهل الفقه، أهل الفقه ما كانوش على عقيدة واحدة، واخد بالك أنت زي يعني هتلاقي مثلا حنفية منهم معتزلة في العقائد، يعني حنفية بغداد معتزلة، حنفية سمرقند ومن وراء النهر ومصر كانوا من أهل السنة. فما ينفعش تقول عقيدة الحنفية بس كده، لا، مش حاجة اسمها عقيدة الحنفية، مش حاجة اسمها عقيدة أهل التفسير. فعلى نفس النمط ما ينفعش تقول عقيدة أهل الحديث. أنت لما بتتكلم عن العقيدة فتعمل إيه؟ ترجع العقيدة للي اشتغل في العقيدة. مين اللي اشتغل في العقيدة وحرر مسائلها وكذا وكذا؟ أهل الكلام. مين أهل الكلام؟ الأشاعرة والماتريدية بكل بساطة. تمام، يعني يعني أهل الحديث يعني يعتبر ضمن الأشاعرة اللي هم المفوضة. من مفوضة الأشاعرة. طبعا إخواننا الحنابلة ما بيحبوش الكلام ده. تمام، لا بالعكس، الحنابلة بيفوضوا على ما أعتقد. يعني أنا أعرف في مكان ما كنت أعرف ما بيفوض. هم إحنا بنتكلم على الحقائق، من حيث الحقيقة هم مفوضة، كويس؟ لكن لما نقولهم يا جماعة أنتم أشاعرة ولا إحنا مش أشاعرة، إحنا حنابلة. ليه؟ لأن هم الحنابلة يأنفون من الانتساب لغير الإمام أحمد. لكن أنت لما تيجي كده تقول يا جماعة يعني أنتم سموا نفسكم حنابلة، سموا نفسكم أي حاجة، المهم إن أنتم آرائكم زي آراء مفوضة الأشاعرة، فأنتم من الأشاعرة. فهمت كده، فهمت. أصل بس يعني الموضوع جه في دماغي، فأصلي أعرف الحنابلة اللي هم حضرتك، أصل حضرتك قلت إن في اختلاف في الآراء من الأول، اللي هم الحنابلة قال لك مش هنستخدم قواعد الكلام، والمتكلمين قال لك هنستخدم قواعد الكلام، اللي هم اختلفوا في الأول. أعتقد في المحاضرات اللي فاتت كانت المحاضرة الرابعة والخامسة، فأقول فأنا فهمت إن هو ده الاختلاف ده يعني إيه مستفاغ يعني. وكذلك يعني هو في الفروع، يعني يقول لك ده هنفوض الصفة الأشاعرة، في منهم اللي قالوا لا احنا هنقول الصفة لانها مستحيلة وكده. فانا فهمت. طيب، فالقصد يعني انه اهل الحديث، دي خلاصة المسألة، يعني من اهل الحديث طبعا قلنا اولا مش على عقيدة واحدة، تمام،
من وافق من أهل الحديث أهل السنة فهو من أهل السنة، وغالب أهل الحديث من مفوضة الأشاعرة زي ابن الجوزي كده مثلا. ما ابن الجوزي لما تيجي تقرأ في كلامه بيرد على الحنابلة المجسمة، دي كتاب لطيف قوي لو انت مهتم اسمه دفع شبه التشبيه. دفع هذا الكتاب برضو حضراتكم اكتبوه عندكم، ومش تكليف مش تكليف، لكن المهتم منكم بمسائل العقائد وكده يجيبه. هي رسالة صغيرة بس لطيفة جدا، فيها ابن الجوزي الحنبلي يرد على الحنابلة اللي بيسموا نفسهم أتباع الإمام أحمد، وبيقول في هذه الرسالة لقد شانوا مذهب أحمد، هي أنهم ينسبون إلى مذهب الحنابلة ما لم يقله الإمام أحمد وما لم يعتقده الإمام أحمد. أنت معي إزاي؟ فهو الحنابلة أو أهل الحديث من مفوضة الأشاعرة، دي الخلاصة. تمام، شكرا دكتور. معلش بس استفسار تاني، كنت عايز اسال حضرتك عن كتاب مهتم بمناقشه قضايا التراث. يعني ايه بالظبط في قضايا التراث؟ ما قضايا التراث كتير قوي، اللي هي العلمانيه اللي هم عايزين يجددوا كده، كنت عايز اعرف الموضوع اكتر. يعني الشيخ احمد الطيب ليه كتاب هتلاقيه موجود في منشورات مجلس حكماء المسلمين اسمه القضايا التراث والتجديد. الشيخ حسن الشافعي برضو ليه كتاب لطيف قوي اسمه برضو مقالات في التجديد، حاجة زي كده. الاثنين مطبوعين وموجودين ومتداولين يعني بكثرة. ايه كمان؟ ممكن حضرتك تجيب كتاب كيف نتعامل مع التراث، كيف نتعامل مع التراث الشيخ يوسف القرضاوي. ممكن برضو تجيب كتاب كيف نتعامل مع التراث برضو بنفس العنوان للشيخ علي جمعة. ممكن تجيب كتاب تراثنا الفكري الشيخ محمد الغزالي. ايه كمان يعني؟ دول كده، خلصهم دولت وبعدين قول لي وانا اقول لك على غيرهم بقى اذا كنت نزلت. نعم، شكرا لحضرتك جدا. السلام ورحمه الله وبركاته. اكثر حاجه انا كنت سمعت عنها ان هي يعني فرق ما بين الاشاعره واهل الحديث موضوع التكفين ده، مثلا في حديث زي كيف علاج يمين اللي هو تكفين. حديث مش مجسم، حديث فضلاء اللي هم فضلاء الحنابلة مش مجسم. من الحنابلة مجسم، من الحنابلة فعلا مجسم، زي ما هو من الشافعية معتزلة، من الحنفية معتزلة، فمن أهل الحديث أو من الحنابلة مجسم. نعم، هو يعتبر منه مجسم لو هو ده نص الحديث نفسه، يعني هو رب يعني هو اتقال ان هو كيف يديه يعني او يديه مبسوطتان تقريبا، انا مش حافظه طبعا نص الحديث بالظبط. الحديث اهل الحديث نقل اهل الحديث، يعني اهل الحديث بالظبط عاملين زي الصيادله. هل ينفع لو حضرتك صيدلانيه انت اللي توصفي للناس الدواء ولا دي شغلانه حد تاني؟ طيب فالمفترض اللي بيوصف الدواء ده مين؟ الطبيب اللي بيكشف على المريض عشان بيعمل له تحاليل وبيديله حاجه مناسبه ليه وكده يعني. تمام، الصيدلاني بيعمل ايه؟ الدواء اللي كاتبه الطبيب يبص كده، ايوه، يروح جايبها من على الرف او يركبها اذا كانوا يعني بيركبوا زي زمان، خلاص زي ما وصف مين؟ الدكتور. فدي شغلانه ودي شغلانه. تمام، فالاهل الحديث زي الصيادله، يعني اهل الحديث ده واحد متفرغ لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دان يقعد مع المشايخ يجيب الحديث يقول يا جماعه هذا قاله رسول الله وهذا لم يقله رسول الله. المهم تنتهي عند هذا الحد. بعد كده تنتقل بقى مهمة الاستنباط واستخراج المعاني والجمع بين الأحاديث المختلفة وإعمال العقل فيها والجمع بينها وبين القرآن وفق القواعد الأصولية واللغوية، دي شغلانة تانية خالص. مين اللي يعملها؟ الفقهاء. المشكلة جت منين؟ لما اشتغل أهل الحديث فقهاء، فبدأوا يفهمون هذه الآيات وهذه الأحاديث على خلاف وجهها. أيوة، معلش لو هو ما خدهاش يبقى أصلاً كلامه مش هيبقى موثق أو كلامه بالزبط. مش هيبقى متفق عليه، بس المجموعة دي من الناس اللي بيسموا نفسهم أهل الحديث كلامهم
أهو واحد زي ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه أهو وطرت، نتكلم على ابن خزيمة مثلا، ابن خزيمة واحد، والدارمي، ودولة من المحدثين أو بينتسبوا يعني زورا لمذهب الإمام أحمد، ودول مجسمة. مش مجمع عليهم أو يعني مش لا، كلامهم اللي قالوه شاذ، كلامهم غير معمول به. والمذاهب حضرتك لما هتدرسي زي ما بتدرسي كده في اي علم من العلوم، هتلاقي في اراء في بعض المسائل، بعضها اراء قويه في عليها اثباتات evidence يعني، وفي اراء تانية ضعيفه ما فيش عليها اثباتات، او الاثباتات اللي عليها اقل. في داخل العلوم الاسلاميه حاجات زي كده، في اراء لكنها شاذه. هتلاقي لما تدرسي في الفقه داخل حتى المذهب الواحد اراء، لكن يقول لك لا، مش ده المعتمد، المعتمد هو كذا. ده من عالم لكنه شاذ، لان العبره بالادله، العبره بموافقه القواعد، مش العبره بالقائل، العبره بالادله. كلام هؤلاء الناس غير معتبر، الكلام المعتبر هو ما يقوله، ما قاله المتخصصين اللي هم في العقائد الاشاعره والماتريديه. فمن وافقهم فيما قالوه فهو من أهل السنة، ومن خالفهم فهو ليس من أهل السنة. ممكن بس أقول تعقيبة دكتور أحمد؟ تفضل. هو فعلا يعني داخل أهل الحديث، يعني مثلا في مسألة الاستواء على العرش، في منهم اللي قالوا الجلوس على العرش، ودول الخلاف اللي هم المجسمة، وفي منهم اللي هم أخذوا بمقولة الإمام مالك اللي هو الاستواء منه معلوم والكيف منه مجهول والسؤال عنه بدعة. ده الفرق بس عشان اللي مش فاهم يعني الاختلاف في جوه المذهب. يعني الإمام مالك ما فيهاش أي تقسيم خالص، ما قلت الإمام مالك إحنا بنقولها. لا، ما أنا بقول الرأي اللي قصدهم اللي هو مش مجسم، اللي هو المفوض. اللي هو ما قلت الإمام مالك. تفسير الاستواء بالجلوس. في بالجلوس بدعة لم ترد لا عن الرسول ولا عن الصحابة، ولا يمكن أبدا أن تفهم في حق الله سبحانه وتعالى، ودي مشكلة كبيرة. بالظبط، يعني هذه لا يجلس الله منزه عن الجلوس، ان الجلوس معناه الاحتياج، معناه انه محدود، مشكله كبيره يعني. فلا يمكن ابدا تفسير الاستواء بالجلوس طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.